وذكر الله أمرنا القرآن به حين قال واذكروه، اذكروا الله ذكرا كثيرا. أن نذكره كثيرا، لأنك كلما ذكرت الله كثيرا بقول لا إله إلا الله، بالقرآن، بالتدبر في قدرته واليقين بأن كل شيء بيده، إذا ما ذكرت ربك ثق أنك في اللحظة التي تذكر فيها الله يذكرك الله في نفس اللحظة، لأنه هو الذي قال فاذكروني أذكركم، وقال في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه. مجرد تحرك الشفتين يكون الله معك، أنا مع عبدي. انظر إلى المعية التي يعلنها رب البرية، أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني مدة ذكره لي، ما تحركت به شفتاه. مجرد أن يذكر الله وتتحرك شفتاه يكون الله معه. فاذكروني أذكركم. وفي ذكر الله اطمئنان للقلوب، كما قال علام الغيوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يتلهى مع أهل الله، لا ينشغل بما ينشغل به سواه، لا يختلج قلبه بين لحظة وأخرى بما عند الغير أو ما للغير، قلبه مطمئن بالإيمان، ثابت على التوحيد وطاعة الله، لا يخشى في الله لومة لائم.